لقاء معاك ماشي عقبني نهضر معاك فقط. شكرا. هذا مكان برك. مرحبا. شكون معاه من لمن نجي سجلوني باش ندخل عندك. دو دوموند ما قدرتش نحصل باش نشوفك. مرحبا بك. عايش. مرحبا بك. مرحبا بك. قديري موسى نجي لقاء معاه. مرحبا بك. عايش. وراني نستقبل في المستقبل. وعندي مشروع. كل يوم نستقبل المستقبل. بإذن الله كي نحكي لك عليه كنت نستورد فيه حوس نديره. ولكن العراقيل كتفتني. 90% من المشروع هذا من لا دي شارج. بالدليل واحد ماده واحده برك من وزاره الدفاع فقط مشروع هام في الجزائر كنت استورد فيه بالسوميات من دوله اجنبيه والسلام عليكم اعطيني غدوه ان شاء الله نعقب عندك غدوه كي تعود انت قاعد